باريس مدينة النور ابتعدت عن النور وللأسف بدأت تغرق في رائحة القمامة. ألف الأطنان من القمامة تراكمت للأسف في شوارع العاصمة الفرنسية، كل هذا بعد أسبوع على بدء إضراب عمال جمع نفايات احتجاجا على مشروع الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد. الإضراب أثر على بعض أبرز مناطق المدينة مثل الجادة 5 و6، فيما لم تتأثر المناطق التي تتولى شركات خاصة مسؤولية جمع النفايات فيها.